ضرب وتجاوز وإصابات في إحدى مدارس مدينة الناصرية بعد أن اقتحم ولي أمر أحد الطلبة باحة المدرسة ليخلف فيها 3 جرحى من الكادر التدريسي، الأمر الذي تطلب إلى إغلاق المدرسة حتى شهر آخر بعد هذه الأحداث. تعرضت بتوسطة الشهيد مصطفى العذاري للاعتداء من قبل ولي الأمر، وأدى إلى ضرب أحد المدرسين بسكينة بقصته، واتخذنا إجراءاتنا القانونية أنه اشتكينا عليهم واشتكينا بالتربية. وبات ارتفاع معدلات العنف تجاه المعلمين يعيق تطور العملية التربوية، إضافة إلى رداءة البنى التحتية وتراجع دور المعلم، حيث تحتاج محافظة ذقار إلى أكثر من 857 بناية جديدة و400 جناح بالمدارس لفك الاختناقات المدرسية. ونطالب من خلال هذه القناة تفعيل قانون حماية المعلمين المدرسين الذي يضمن عودة هيبة المعلمين والمدرسين، وأن لا تكون هذه العملية التربوية عملية غير موفقة. وأعرب مراقبون عن قلقهم لما يحصل من تداعيات خطيرة على العملية التربوية، سيما وإن قانون حماية المعلم تم تشريعه نيابيا لكنه ما زال في الأدراج ولم يفعل بشكل حقيقي للحد من التجاوزات على المؤسسات والكوادر التعليمية. جديد مع بداية العام الدراسي الجديد سجلت محافظة ديقار يعني اعتداء على الكوادر التدريسية، وهذه بادرة غير جيدة وخطيرة، لأنه الكوادر التدريسية يعتبرون اللبنة الأولى وهم الأب الرئيسي والأساسي في تربية الجيل. فقضية الاعتداء على الكوادر التدريسية وعلى المعلم هذه شيء غير جيد وشيء غير صالح للمجتمع، فبالتالي يفترض أن يطبق القانون بحذافيرة معاقبة المعتدين. تقاعس الجهات المعنية عن أداء دورها في التصدي للاعتداءات على معلمي المحافظة وعدم اتخاذ أساليب ردع حقيقية، كلها عوامل ساعدت في استفحال الاعتداءات وتحويلها إلى ظاهرة. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.